حلبي محسوبك اصل حلبي. مرحبا، اسمي حسين احمدي، مقيم بتركيا بمدينة غازي انتاب من 4 سنين ونص تقريبا. حارتنا حجارة ذهبي وبيوت عربي صميمة. يوم الاحد او يوم العطلة هو يوم مخصص لحتى نطلع من ضغط الشغل على مدار الاسبوع، ومثل ما بتعرفوا الشغل بتركيا متعب كثير، ويختلف قضاء يوم العطلة من شخص لاخر، في ناس تبقى بالبيت وفي ناس تنزل على السوق او على الحدائق. أقول بيوم العطلة أبقى بالبيت، فلازم أطلع على محل أجتمع فيه مع رفقاتي أو قرايبيني، ممكن يكون واحد أو اثنين أو أكثر بحسب ظروفهم، وما تبقى منتشر بلاد الله الواسعة، وصرنا نتفقدهم عن طريق الواتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأماكن الاجتماعات تغيرت، بكون بسوريا كنا نجتمع ببيت العيلة، فما يحجزنا نطلع لأي مكان تاني. أما على الفطور بيوم العطلة فلا بد من أكلة فول حسب العادات والتقاليد المتبعة في أيام العطلة بسوريا. تواجد محلات الفول والفتة والفلافل صار أمر عادي وطبيعي جدا في أغلب المدن التركية ومنها عنتاب. عم تشموا معي الريحة؟ والله شي طيب. وجمعتنا صار شوية تغيرات بسيطة، فبدل الشاي والقهوة صرنا نشرب موكا وفانديز بحسب تغير البقعة الجغرافية، وطبعا ما فينا نستغني عن القهوة بكل الأوقات. وبيكون الحديث كيف قضينا أسبوع الشغل أو قصص وحكاية صارت معنا خلال الأسبوع، أو مين سافر أو مين راح ومين رجع، يعني تقرير أسبوعي. وطبعا العمل هو الحاضر الأقوى في حديثنا، وبعدها بتكون المخططات والمشاريع التانية. وبعد ما تخلص جلستنا بننزل وبنمشي بشوارع أنتاب وأسواقها، وأكيد رح تلاحظ وجود السوريين بشكل كتير كبير، محلات والناس والبسطات لدرجة بتحس إنك بسوريا، هذا شيء أكيد، والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. في عنتاب وفي المدينة القديمة تحديدا رح تشوف الشوارع المرصوفة بالحجار السوداء والخانات والأسواق والحارات القديمة والمساجد الأثرية. حارات المدينة القديمة كلها بتودي باتجاه القلعة المعشقة بعبق التاريخ يلي بتذكرني بحلب وقلعة حلب. بيمضي الوقت على السريع، ولابد من بعد كل الجولات اللي عملتها من رجع على البيت حتى ترتاح وتكون جاهز لأسبوع عمل كله ضغط وروتين، وهيك بكون خلص يوم العطلة بتركيا.